أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2,624,000,000. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 1%, يغلق عند مستوى 24,226 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 0.65%، ليغلق عند مستوى 5,347 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 7,691 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة مصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 19.77% ليغلق عند 41 قرشاً. يلي سهم شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 11.67% يغلق عند 2.68. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة النصر للملابس والمنسوجات بنسبة 10.25% يغلق عند 2.69. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة ثمار بنسبة 20.41% يغلق عند 37 جنيهاً. لتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله فراج، مدير قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بك بكل مشاهدينا. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الله. يعني في البداية، لماذا ارتد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وعاد للصعود بنسبة تجاوزت 1% بنهاية التعاملات؟ الحقيقه هو اللي نقدر نقول المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه EGX30 شهد انخفاض على مدار الاسبوع اللي فات، اربع جلسات هبوط متتاليه. طبعا اربع جلسات هبوط متتاليه. خلينا الاول في البدايه عشان نوضح الفكره بالنسبه EGX30، ان EGX30 عمل قمه تاريخيه عند 25,945، شهد منها هبوط تصحيحي وعاود الصعود مره ثانيه. لحد دلوقتي ما حصلتش المشكله اللي احنا عايزين نتكلم عليها. المشكله حصلت في الارتداد لما عملنا قمه اقل من قمه في EGX30. القمه الثانيه كانت عند 25,445، ودي نقدر نقول في الاتجاهات الصاعده دايما بنعمل قمم قيعان متصاعده وقمم متصاعده. فبالتالي EGX30 لما عمل قمه اقل من قمه ده خلى الضعف يظهر على EGX30، وده اللي كان نتيجته خلال الاسبوع اللي فات. شفنا اربع جلسات هبوط لحد جلسه يوم الامس الحد اللي هبطنا فيها بنسبه وصلت بينا تقريبا لحد 2%. فجلسه الاثنين النهارده او جلسه يوم الاثنين النهارده شفنا ارتفاع في EGX30، نقدر نقول ما بين قوسين ارتفاع مستحق بعد اربع جلسات هبوط EGX30 هبط فيها بنسبه وصلت بيه 7%. الارتداد النهارده ارتداده مستحقه. بالنسبه للنظر عامة زي ما اتفقنا، احنا مجرد ان احنا عملنا قمه اقل من قمه دي اول ما ظهرت ضعف على المدى القصير. احنا هنا بنتكلم على المدى القصير مش على المدى المتوسط. على المدى القصير احنا دخلنا اتجاه هابط، والاتجاه الهابط بتسيطر فيه القوى البيعيه بشكل كبير، وده اللي زي ما اتفقنا بان في 7% الهبوط خلال الاسبوع اللي فات. استاذ عبد الله، يعني باعتقادك هل الطريق اصبح ممهدا حاليا لتجاوز مؤشر بورصه مصر الرئيسي مستوى 30,000 نقطه بالربع الاول من العام المقبل؟ طيب عشان نقول الفكره دي هل هي متاحه ولا لا، على الاقل EGX30 يثبت حسن النيه في يعني مجازا. طبعا حسن النيه من EGX30 ما عنديش نيه، لكن لازم علامات ايجابيه، نقصد على ان هو يخترق المقاومات اللي قدامه حاليا. اول منطقه مقاومه طبعا بعد الارتفاع النهارده وجهه النظر بالنسبه لنا EGX30 عنده فرصه ان هو يستمر في الصعود على المدى القصير، طالما ان هو اعلى الدعم الذي لم يتم اختباره حتى هذه اللحظه 23,550. طالما ان هو اعلى 23,550 عنده فرصه على المدى القصير ان هو يرتد الاعلى. الارتداد الاعلى عشان خاطر نقول ان احنا هنستمر في الصعود، على الاقل لازم يخترق القمه الاولانيه اللي عملناها عند 25,445
ده مبدئيا ناهيك يعني ناهينا عن المقاومه رقم 2 والقمه التاريخيه عند ال 25945. هنا بالذات لو اخترقناها يبقى ساعتها الفتره التصحيحيه على المدى القصير انتهت ونستمر في الصعود، وساعتها نرفع السقف مره ثانيه ونقول ان احنا ممكن عادي جدا ان احنا نستمر في الصعود لحد ال 30000. ما قبل ذلك لو نقدر نقول هيكون في مجازفه مننا ان احنا نتلاشى او نغض الطرف عن الضعف اللي موجود حاليا في مؤشر اي جي اكس 30. برضه ارجع واقول على المدى القصير، لان طبعا الهبوط القوي او الاتجاه الهابط اللي دخل فيه الاي جي اكس 30 على المدى القصير بتسيطر عليه القوى البيعيه في مقابل ضعف القوى الشرائيه، فبالتالي بنقول ان الارتداده الحاليه حتى قدامها مجموعه من المقاومات على الشورت تيرم او على المدى القصير، عندنا ال 24400، عندنا ال 24773، وبعد كده نبدا نتكلم في مقاومات مهمه بالنسبه كمان للمدى المتوسط زي ما اتفقنا، اهمهم في الوقت الحالي القمه التاريخيه ال 25945. ما قبل ذلك دايما بننصح بالمتاجره، بالمتاجره يعني ايه؟ بنشتغل على مناطق على المدى القصير الاسهم الاي جي اكس 30 بتهبط ليها، بنتوقع منها الارتداد، بنقدر نقول بننزل عليها توصيات شراء برضه على المدى القصير، وفي منها اللي حقق معانا مستهدفات صعود كان اخرهم النهارده بالارتفاع الاخير. خلينا اخر حاجه عايزين نضيفها على مؤشر الاي جي اكس 30 هي الالتقائيه. نلاحظ حتى في فتره التصحيح او في الحركه الهابطه اللي بيشوفها الاي جي اكس 30 في الوقت الحالي، حتى اثناء الاربع جلسات الهبوط اللي شفناها خلال الاسبوع اللي فات ولحد امبارح، هي كانت برضه بتتميز بميزه مهمه جدا هي الانتقائيه، والانتقائيه دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، بتخلي دايما في فرص متاحه للمستثمرين ان هم يقدروا يتنقلوا ما بين الاسهم كحركات متجره. النهارده السهم زي البنك التجاري الدولي شفنا فيه هبوط وصل لمناطق دعوم بدا يرتد منها، في مقابل اسهم ثانيه في الوقت الحالي كانت بتصعد بتشوف عمليه جني ارباح، وهي دي الفكره العامه المستمره في الاي جي اكس 30 خلال الفتره اللي فاتت حتى في خلال الهبوط التصحيحي اللي بيحصل حاليا. خلينا ننتقل مع حضرتك استاذ عبد الله الى مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه. ما تحليلك لاداء المؤشر السبعيني الذي ارتد اليوم؟ برضه نفس الفكره مع اختلاف بسيط، في الاي جي اكس 30 لا كنا لسه بنتكلم عليه انه عمل قمه اقل من قمه، وده ما بيحصلش في الاتجاهات الصاعده غالبا بنعمل قمم متصاعده وقيعان متصاعده. الاي جي اكس 70 لو بنتكلم عليه عمل قمه متساويه الحقيقه، مش قمه اقل من القمه، لكن القمه بتاعته او المقاومه بتاعته منطقه ال 5500. الاي جي اكس 30 شهد من عندها عمليه جني ارباح لما وصل لها يوم الاربع 6/12 في بدايه الشهر، وشفنا منها عمليه جني ارباح لما عدنا وارتدينا الاعلى برضه وصلنا عند نفس المنطقه ال 5500 وشهد من عندها عمليه جني ارباح. عمليه جني الارباح دي برضه نفس الفكره بتاعت الاي جي اكس 30، شفنا فيه اربع جلسات هبوط متتاليه خلال الفتره اللي فاتت. بس طبعا الاي جي اكس 70 بما ان هو فيه 70 سهم فالانتقائيه فيه نقدر نقول مش زي الاي جي اكس 30 انتقائيه، لكن الانتقائيه فيه مفروضه علينا، هو بالفعل 70 سهم من الصعب جدا ان ال 70 سهم كلهم ينزلوا مع بعض، ده بيبقى احتماليته صعبه جدا. دايما بنلاقي في بعض الاسهم بتصعد وبعض الاسهم بتتماسك وبتصعد، ففي الاي جي اكس 70 في الوقت الحالي عنده منطقه مقاومه مهمه جدا مبدئيا هي ال 5500 اللي وصل لها مرتين، اختبرها مرتين وهبط من عندها ولحتى هذه اللحظه. حاليا الاي جي اكس 70 بيختبر في الارتفاع الحالي النهارده، شفنا فيه ارتفاع بنسبه 65% عنده منطقه مقاومه عند ال 5365، وبالمناسبه اعلى نقطه النهارده وصل لها كانت ال 5363، يعني نقدر نقول اختبر منطقه المقاومه ما قدرش يتخطاها. طبعا ال 5365 اختراقها الاعلى بيفتح المجال نروح نزور 5500 للمره الثالثه، وهنا بيبقى قدام الاي جي اكس 70 امتحان صعب،
هل هيقدر يتخطى 5500 ويرتكز اعلاها؟ وساعتها نبدا موجه صعود جديده في الاسهم الاي جي اكس 70، نقدر نقول تمتد معانا لمناطق مقاومات جديده لسه ما وصلنالهاش ولا مره، اولهم هتكون بالنسبه لنا ال 5742. لكن علامه ايجابيه اصلا اختراق ال 5500، لكن ده سابق لاوانه. خلونا نقول في الوقت الحالي احنا بالفعل عند منطقه مقاومه ال 5365، اخترقناها نبص للمقاومه اللي بعدها ال 5500. استاذ عبد الله، يعني باعتقاد حضرتك لماذا بتتزايد مشتريات المستثمرين العرب في سوق المال المصري هذا العام وخاصه في الربع الاخير؟ طيب بالنسبه للمستثمرين العرب زي ما اتفقنا، وهو دايما بنقول حتى والاي جي اكس 30 او السوق المصري عموما عند قمم بالنسبه له، او نقدر نقول في اعلى قمم وصل لها خلال 2023 من في نهايه العام، لكن ما زال برضه الاسعار تعتبر بالنسبه للمستثمرين العرب تعتبر اسعار رخيصه. لما نيجي نترجم الاسعار الاسهم للدولار او للدرهم او للريال او للعملات الخليجيه، هنلاقيها ان هي رخيصه جدا بالنسبه للمستثمرين العرب، فبالتالي بتكون كفاءته او باقل راس مال بالنسبه للمستثمرين العرب لما بيحب يدخل السوق المصري باقل راس مال بيكون معاه نقدر نقول قوة شرائية كبيرة في السوق، فبالتالي بيقدر يستحوذ على شركات، وبيقدر طبعا الشركات اللي هو بيستهدفها بيقدر يستهدفها باقل الاثمان، بالرغم من اننا عند قمم بالنسبة لنا، احنا عند قمم ان احنا بنتعامل بالجنيه، انما للمستثمر الخليجي لو ترجم الجنيه ده او الاسعار دي للعملة بتاعته هتكون بالنسبة له رخيصة جدا، ومتوقع ان احنا ان شاء الله باذن الله كمان بعد ما تنزل الطروحات الجديده اللي بتتكلم عليها الحكومه ان شاء الله باذن الله خلال الربع الاول ان شاء الله من 2024، ساعتها ده هيكون فيه فرص استثماريه جديده بالنسبه للمستثمرين العرب، اللي اعتقد ان هم بداوا بالفعل ان هم بداوا يجهزوا نفسهم للطروحات الجديده اللي هتبدا في الربع الاول من 2024 ان شاء الله. يعني استاذ عبد الله، هل نستطيع القول ان تزايد توقعات خفض الجنيه وراء الحركه السعوديه للسوق في الفتره الاخيره؟ عشان نكون واضحين مع نفسنا، نقدر نقول ان الحركه الصعبه الحاليه او الحركه الصعبه اللي بادئينها من اول 2023 هي بسبب تخفيض الجنيه. السبب الرئيسي هو تخفيض الجنيه، لان احنا عارفين اسرع التحول بالنسبه لنا او في السوق عموما قدام الجنيه هو عباره عن سوق الاسهم. سوق الاسهم اول ما بيحصل تخفيض للجنيه اول حاجه على طول بتبدا على طول هي سوق الاسهم، لان سوق الاسهم زي ما احنا عارفين العلاقه عكسيه ما بين سعر العمله وما بين السوق العمله، يعني ايه بالمعنى الكلام ده؟ يعني السوق المصري عندنا مقوم بالجنيه، فبالتالي أول ما بيحصل تخفيض للجنيه على طول بيحصل ارتفاع في حركة الأسعار الأسهم، والقاعدة دي مش موجودة عندنا في السوق المصري بس، دي موجودة حتى في الأسواق العالمية. مجرد انخفاض الدولار ده معناه ارتفاع الأسهم الأمريكية، ونقدر نقول ارتفاع الدولار بيأثر بالسلب على الأسهم الأمريكية وممكن نشوف فيها انخفاض. هي دي قاعدة عامة مش أكتر، لكن بالنسبة لنا طبعا التعويم الجنيه أو التعويم المتوقع لو حصل بالفعل ساعتها هيدفع الاي جي اكس 30 والسوق المصري عموما لمزيد من الارتفاعات. استاذ عبد الله، يعني خلينا نعرف من حضرتك رؤيتك ايه للقطاعات الواعده في العام المقبل بالسوق المصريه؟ نقدر نقول الحقيقه القطاعات اللي احنا بنتكلم عليها هو قطاع المواد الاساسيه، نقدر نتكلم مثلا على سبيل المثال السويدي للكابلات، حديد عز، برضه في قطاعات النقل وتداول الحاويات زي مثلا على سبيل المثال السندات تداول الحاويات، اللي بالرغم من التصحيح اللي شافته الاي جي 30 مؤشره على مدار 4 جلسات، هو النهارده كان بيختبر اعلى نقطه وصل لها عند منطقه ال 44 جنيه. سهم حديد عز على سبيل المثال عمل قمه تاريخيه جديده النهارده لما يجي البورصه عمل 85 جنيه ونص،
نقدر نقول دي برضه تعتبر قمه جديده بالنسبه له، فنقدر نقول هي دي الانتقائيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في بدايه المكالمه مع بعض، ان احنا بنتكلم عن الانتقائيه بالرغم ان الاي جي اكس 30 كان بيهبط الا ان كان في بعض الاسهم بتحقق قمم في الايام اللي فاتت، منهم سهم اسكندريه تداول الحاويات، ومنهم سهم حديد عز، واسهم ثانيه نقدر نتكلم عليها هي دي قطاعات اللي متوقع ان هي تشهد ارتدادا مره ثانيه خلال الفتره الحاليه، اللي بالاخص لو شفنا تعويض اخر للجنيه او تخفيض اخر للجنيه، هي دي القطاعات اللي احنا ممكن نشتغل عليها بالاضافه طبعا لقطاع الاغذيه. تمام.